أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 17 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان المعظم لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 60% في كبريات السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، إضافة إلى إقامة شوادر وسرادقات في الميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة، وتستمر فعاليات المبادرة لمدة شهر. كل اللي يحب بلد وبلد بتحبه كده، عايش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد تنطلق، هي المرحلة 17 من المبادرة برعاية رئيس الجمهورية التي تطلقها وزارة الداخلية تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وتستمر فعاليتها لمدة شهر. هدفها أن يحصل المواطنون على احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات شهر رمضان وما يحتاجه البيت المصري بتخفيضات كبيرة في كبرى السلاسل التجارية التي يحرص أصحابها على المشاركة في المبادرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة. مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس واللي تبنتها وزارة الداخلية دي المبادرة رقم 17 اللي بنشارك فيها. المبادرة فيها جميع المنتجات الغذائية اللي بتخص البيت المصري، المبادرة بتشمل خصومات كبيرة وهائلة على المنتجات، والهدف كله هو رفع العبء على المواطن البسيط. احنا بنقدم تخفيضات على كل السلع اللي محتاجها المواطن من سلع أساسية، رز، سكر، مكرونة، لحوم، دواجن، كل احتياجات المواطن البسيط. ومناسبة الشهر الكريم شهر رمضان الكريم نقدم تخفيضات تصل ل 30% على كل سلع أساسية. أكثر من 750 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية مشاركة في المبادرة بسلع ذات جودة عالية وبتخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 60%، إضافة إلى سرادقات مقامة بعدد من الميادين بالقاهرة والجيزة ومعرض مقام بإحدى الساحات باستاد القاهرة بالقرب من قاعة المؤتمرات. كل الأفرع المشاركة والمنافذ والسلاسل والسرادقات موضحة أسماؤها ومواقعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت لسهولة الوصول إليها. عرفنا بالمبادرة طبعا النهاردة اللي موجود تخفيضات كبيرة جدا على الأسعار والمنتجات، اللي خلي الموضوع نجح أكتر من مجموعة شركات كبيرة جدا متواجدة في الهايبر هنا بأسعار تنافسية كويسة جدا. دي بتتيح طبعا للمستهلك المصري اللي هو يلم احتياجاته كلها من مكان واحد. وقد أبدى المواطنون ارتياحا كبيرا نظرا لما لمسوه من تخفيضات كبيرة في الأسعار ووفرة في المعروض تتيح لهم تلبية متطلباتهم، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على دعمهم المتواصل للمواطنين من أجل توفير حياة كريمة لهم. من أحسن المبادرات بجد اللي عملها السيادة الرئيس، فعلا بتوفر لنا، فعلا الواحد لما بيجي يشتري في الأيام العادية بتبقى أغلى، لا لما بنيجي نشتري دلوقتي ممكن اشتري حاجات أكتر بس بسعر قليل جدا. مبادرة كلنا واحد تأتي من منطلق الثوابت الراسخة لوزارة الداخلية بأنها جزء رئيسي من هذا المجتمع، وأن دعمه وتخفيف العبء عن أفراده أحد أهم استراتيجياتها الأمنية في جانبها الاجتماعي. بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مبادرة كلنا واحد في مراحلها السابقة، تأتي المرحلة الجديدة من المبادرة مع دخول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطن في هذا الشهر الكريم بأسعار مخفضة، ما يخفف كثيراً الأعباء عن كاهل المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.